فكيف تقوم الساعة؟ صاحب القرن اللي هو اسمه إسرافيل واضع البوق في فمه منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر هذه اللحظة، فينفخ الصور نفخة واحدة، صعقة، نفخة قوية، صوت، شفت البرق، شفت الصاعقة إذا نزلت مثلها، صوت رهيب جدا، كل من يسمعه يصعق مباشرة. يبدأ هذا الصوت، أول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيموت، يرتفع الصوت ياس يتبايعون يموتون، يرتفع الصوت يمر الصوت كذا يمشي مثل الريح السريعة، فلا يسمعه أحد إلا ويموت، ويبدأ الموت في الناس، يبدأ الموت، الصوت يمشي والناس تموت تموت تموت، البهائم تموت، الدواب تموت، البشر يموتون، والصوت يرتفع حتى يصل إلى السماء فتموت الملائكة، فإذا مات الملائكة اضطربت السماء، والصوت يرتفع والسماء تبدأ تمور، السماء مورا تبدأ تتقلب، تكون وردة كالدهان، النجوم تنكدر، الشمس والقمر يصطدمان، السماء كانت محجوبة، ثم تبدأ الشهب تنزل على الأرض والنيازك تخرج على الأرض، ثم بعد ذلك تتفجر الأرض، تتزلزل، تدك الأرض دكا دكا، وتتفجر الأرض ببراكينها، فتمشي البراكين إلى البحار، فتسجر البحار، نار في السماء ونار في الأرض ونار في البحر، والناس تصيح ما لها ما لها، والصوت يمشي ويقتل، يمشي ويقتل، حتى إذا انتهى الصوت وإذا كل من في السماوات والأرض قد مات إلا من شاء الله، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض كلهم يموتون إلا من شاء الله. من هم؟ الله عز وجل ينادي ملك الموت، من بقي يا ملك الموت؟ فيقول بقي جبريل وميكائيل وإسرافيل وعبدك الفقير، لم يبق إلا أربعة لم يموتوا، فيقول الله لملك الموت اقبض أرواحهم، فيموت جبريل وميكائيل وإسرافيل، ثم يسأل الله ملك الموت من بقي، فيقول لم يبق إلا عبدك الفقير، فيقول الله له مت، فيموت، فيطوي الله تبارك وتعالى السماوات السبع بضخامتها بيمينه والأراضين السبع بيمينه، ثم يرجفها ثلاث رجفات، ومع كل رجفة ينادي لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار، وتنتهي بذلك الدنيا كله، ولا يبقى إلا الله الحي قبل كل حي والحي بعد كل حي والحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، ما قيمة